حد. وليه ان النوادي سمحت ما طالما هو مش موجودة العقوبة دي أساسا؟ لا، ما هو النادي ما سمحتش، هي في قرارات من اتحاد الكرة، هي قرارات خاطئة في الأساس، ولكن برضو حصل خطأ من الجمهور وخروج عن النص في استعمال الشماريخ المضيئة اللي هي بتسبب مشاكل. هي المشكلة ايوه كمان إن الشماريخ لما بيتم اشتعالها في المدرجات ما فيش أزمة، المشكلة لو نزلت أرض الملعب، ولكن إحنا بنخلط هنا وابتدينا. ما فيش مشكلة إنه يتحط حتى قانون صارم، حتى لو يعني مش مظبوط شوية، ولكن مشكلة إنك تنفذي آلية القانون اللي أنت قلتيه. زي يعني أنت تقولي أنا هعمل كذا وخلاص وخدت قرار، فجأة ما تقدريش تنفذي، لأن اتحاد الكرة المصري أضعف من جماهير الأهلي وأضعف من جماهير الزمالك. طب بالمناسبة للناس اللي ما حضرتش بقى مباريات قبل كده وما راحتش لحد الاستاد، الشماريخ دي بتدخل بتوصل لحد الاستاد ازاي؟ أنا هقول لحضرتك حاجة. يعني فين الـ الأمن بدءا من باب الاستاد لحد الملعب كويس. جوه؟ أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. أولاً في ناس كتير تقول الشماريخ دي بتيجي مهربة، وبتيجي إزاي وإيه قصة الشماريخ؟ الشماريخ دي عبارة عن أجسام مضيئة، دي بيتم استخدامها في البواخر اللي في المية أو في بعض الطائرات في الأماكن المظلمة جدا. فبتبقى لما بتبقى اكسبار أو لما بتبوظ بيبدأوا يستخدموها كنوع من الاحتفالات، وهي أصلا كانت موجودة في المباريات كنوع، يعني زي ما لما فرقة بتكسب أو بتحتفل بتشعل عدد من الشماريخ فبتعمل نوع من الإضاءة الجميلة. المغرب العربي، تونس، مغرب، جزائر، هم أول جماهير عربي ابتدى يستخدم الشماريخ بشكل جيد. أنا بستغرب بعض البرامج بتطلع تقول إيه، هو مين اللي بيستوردها واستيرادها غلط، ودي عاملة زي يعني المتفجرات، يعني بيتكلموا مش مفهوم إيه. لا، ده هي حاجة بسيطة جدا، ولكن هي المشكلة لما بتنزل أرضية على الملعب الملعب. بيبقى عليها عقوبات، وبقى عليها عقوبات مالية. الجمهور المفروض كمان إن مش كل ماتش أنت عندك بطولة، ولكن هو العند اللي بقى بين الجمهور ممنوع، الممنوع دايما مرغوب. مرغوب. هي ليها كذا وسيلة إنها بتدخل الملعب ملعب. الملعب. ده كانت كمان بتدخل الملعب لما كان فيه يعني الأمن كان شديد. دلوقتي لا يستطيع فرد شرطي إنه يفتش مشجع وهو داخل، فبالتالي بقت هنا المشكلة عشان الاحتكاكات. يقول لك خلاص طب خليهم لا يخشوا. بس احنا بقى عايزين نغير بقى الموضوع ده، يعني بقى نسيب الشرطة تشوف، يعني تشوف دورها، يعني ازاي حد داخل استاد يعني مش عايز يتفتش كويس، هو يعني. ده المفروض على فكرة وده الأمن، ولكن أنا بقول لحضرتك وفقا لحالة الاحتقان وفقا لحالة المشاكل اللي هي والطار القديم اللي بين الألتراس وبين الشرطة، هو ده اللي عامل حتة من العين. وللأسف إدارات الأندية، وزي ما قلت لك اللعيبة أو الأسماء الكبيرة اللي موجودة في كل فريق ما عملتش دور إيجابي في إنها تقرب وجهات النظر بين روابط الأندية وبين إدارات الشرطة. وفي العالم كله على فكرة الروابط دي بيتم إشهارها وتسجل في الاتحاد القائم، يعني مثلا رابطة الأهلي، رابطة الزمالك، رابطة الإسماعيلي، يسجلوا في الاتحاد المصري لكرة القدم. طيب الأهلي عمل مشكلة، أنا ما أعاقبش النادي وما أعاقبش الجمهور، أنا الجمهور ده بعمل له عقوبات مالية، ما ينفعوش يدخلوا المباراة غير لما يدفعوا الغرامة اللي عليهم، لأن عندنا ده بقى هيتحقق لما يبقى في دوري محترفين، منظومة كلها تبقى محترفة. إنما طالما أنا مش مسجل للرابطة في اتحاد الكرة، أي مشكلة يعملها أي مشجع النادي هو اللي يدفع اللي الثمن أو بيدفع يتحرم الجمهور كله من الدخول، وده مش موجود وفقا للوائح الاتحاد احنا الدولي. خلاص مش عايزين بقى نعمل مخالفات، وان شاء الله نبقى في دوري المحترفين يبقى الموضوع احسن من كده. بجد حضرتك نورتنا النهارده أنا بشكركم، وميرسي شكرا ليك. جزيلا، شكرا شكرا لحضرتك. بشكرك استاذ ايهاب الخطيب الناقد الرياضي. شكرا 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 لحضرتك. مشاهدينا، خلاص كده خلص يومنا النهارده، وبكره ان شاء الله معانا يوم جديد وفريق عمل جديد، ونهاركم سعيد. سلام.